نبينا عليه الصلاة والسلام كيري وكتمي سكرات حنوم كيري ذا ودريمي سوى خير وخلق الله حشيك عائشة رضي الله عنها إن الله لا إله إلا الله إن للموت سكرات مركاسو قندو أدق بهيسي كاسو من صحابة كريم وصو قال عبد الله بن مسعود بن شلي يحنوها حور يا رسول الله قندو أدق باكو هيسا مركاسو يريها تضبا إذن كإذن كم بدا سيدا يقندو دم بهم قندو لها كريم كاسو موقف كوات موقف كالاباد موقف كالاباد ولوبا هي 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 ومشان ما نقول بعرقنا مركان ذاتك حواله دينه ذاتك نجوري أبي الشيخ ولا لهن للردن كالجعل أصحاب بدن بينه ودعني نقول بوين نجمد هذا اللي يرى يقضي ويجي يرجع يضمر ما كلا له مش سنجيني وكذا صوت جني حلقة يا بديب دم بحتى قاركين إن أنا نقول لهم سكستوا أنو جعلين قفكاس سكستوا أنو قدرينجر سكستوا ما رتك الجعل النوجوها صاحب نوجوها لفري سنجر خالد على فريق سنجر لها سوجر ولا شيء سنجر ولا شيء سنجر ولكن قبر هذا قال لنا قريمين ونتقيمين ورنا كماهي مش صح إننا اللي نوقف ستي دور كي نوا إيمان خصوصا ما حد تاسن نوقف ديارس ما موقف كل هذا موقف صدحات حوي وقف ذا قيامها مركل الصبح ومحشر كذتك وحسك وريري سيدي والي وكلاته وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني أنا أنت ملائكة حتى على عليه نبي على عليهم كل مت كست أولي نفسي نفتي إذا دابت بادي أمشي ماشى أصوات قرن إساسي وضغط هاي موقف كاسنا محشر ضدنا إلهي سبحانه وتعالى ظل قيسى عرش قيسى هرسنايا والراحي سنايا ضدنا آدي آد بيمان تاسو وضغط هاي يا على الكافر يوم عسير على الكافرين غير يسير موقف أفراد وميزاك الله لوحي أتسمي سيد الدون كان على غصفر يا بوقتي على غصفر ملائكة غريس لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كلمة آتري حتى وقرنت وانا لقو ميزاما وناك يا حمان ماش هاسي داد بدن باكو هو قياء وهلكا اكو هري وميزان كودو وهذا خفيفة يا يدن اوامد هاد ايه جير مركا وحسمين انو لبا هي هنا كفكر انك ايه قفك اللهم عامل انو ميزانا اللحية ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إلهي سبحانه وتعالى يقول لي هاي هوك بين ليه يهلاك هو ميزانك وصاحب ميزانك خفيفيه ميزانك خفيفيا حوية هاي وكان قفك كلا وحكاية بسنعية أما هذه وحكوه الشي سنة وحكا لقضان إيسان سجي أياد وحيسي كدنتي وحاجينا وانا ما استرت مرك الدكان كي ميزان كلي ماها وحيسو كلي سا وحكست الله وقفكم عاملان حقا قاضو حقي سسي هدو حتى غافل كي هاي حقي سا هكا قاضا هكا عوني هكا عوني وحي كلي سا لبضا شقالها
كان شقة إسكالة يا كان شقينا كان لو شقي يا كان شقينا كان واحد قضناي يا كان لقى قضناي كان واحد يبسناي يا كان لقى يبسناي وهلو مجر يا واحد معامل كايوردن لا بقف له ده كاسنا هو موقف كأفراد موقف كشنادة وطرن مركا جندو كهر قال وحوي صراطك بوندادا لغا غدبيو نارتي هوستيدا تهي دنكا كلا هدا او غدوبتو الهي هو كبدبادي الحمد لله حق جندو لو غدبيس هدي قفك عمل كيس الله هرنا اعماش اون با عملكم با لو حسابين او كلنا هري كرا كنا دافين كرا نبي عليه الصلاه والسلام سيده او شيغي ضدبا وحي كون مريان سدا هلا هلا وب وابو قدبي مر هور ما بهركيس حالك غارسي عمل كيسا غارسي صلاديس سبا عياديس ذكريس امانديس رونتيس يا ضاع عدني مديس دينت وغرغاريدين يو كهفنان وكوفي يحق يحس يبان يوحي لمد او فواحش قاوه الله قفنا ارض مره قفنا فرس سيدي فرس ارد يكون مره قفنا ورعلينا رعلينا حالها العمل كيسي الله زين كيسي حوا خفيفه نركا والرعلينا ما بالروين قارنا وصعب عادية قارنا مرنا وكفى ما يشو كل عابون ده عندنا وسوق بصنع عندنا مركو لعو نارتي وجه كل اللي في سوق وانا كربو سوفولا سداسو سقو قرقورنا قرقورت على جاي باين قرقور قارنا وكود هذا نايا يعني. سدا بلن بالش دبك هذه هراري سنال كهراري ستيبي أوكله أي غضة هذا نايا قالوا المشركين إلهي سبحانه المعاصي المجرم لبا أربع مركا النبي عليه الصلاة والسلام سجارة قتل مامي وإن قدوب لها أنه أي مهمة فلي النبي عليه الصلاة والسلام لبا عمل وحجرة وحي تاريه صراط كدين عيس دن كان من دن كانوا تاريه من دن كانوا تاريه الأمانة والرحمة الأمانة والرحم أمانة إيوه قرابة حريرت الرحم قرابة أمانة هل كان وحيو تاجنتها حاو تاجنتها كي ضيعي الضيعي بهل بكسوه يا بي هل كان كلها رحم ما هذا خطر هذا أمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وحدولك يا إركي يا بوري يا إدول باكا أبهيسي أو كهرتي أي القاضتي هذه الضعيفة يا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فكل يغني مركا أنه إنا قاضا حقا يتاقنتا يا مركا ويكسوي هل كيكسوي هذا هو أدونك واحد ربط صوصمه هذا يقول الله عن أسكري لو ضبط دقي مجرو ضمير كاجا لو ضبط دقي يا قلب كاجا يا إيمان كاجا كاسال هواهن وكل عليه كا يلا حاجة يقول سويسا سرات كدين عيسى تاجنت رحم كنا مشي تاجنت قف في قرابة جويي قرابة مشي تاجنت حاول تاجنت قف كستو يجويي بن مشي كسويا هل كان كسويا الله بدا صار يموت سيجار ابو النبي عليه الصلاه والسلام وتلمامي ولا ليال وعدي يوانو وحو كجرا قرانك الكريم كا قبكي ربا اخره انه حسست قرانك حتى دبره قرانك هو فيرسدو قرانك سيفي عن هو دغيس معنيه سهدوه اياتك سهدوه تاس أي وانا قلنا وانا سوانا كلو بهي مركان بجرتو أصحابتي يا النبي عليه الصلاة والسلام يا أصحابتي يا السلف الصالح دتك وناك سنة
culimadii dadkii khayrka badnaa waanadoodu waxay ahayd qur'aanka kariimka say ku noqon jireen say ku soo jeedi jireen isagay ka qaadan jireen wacdiga subaxdii way isbedeli jireen markay bannaanka u soo baxaan ayo wacdigii qur'aanka ay soo qaateen aakhiradii way soo xusuusteen qur'aankuna yaani saddex meelood oo meel maxaa weeye aakhiru ayuuna xusuusinaa nolosha dambe oo wanaagsan noloshan adduunyada wuu ka hadlayaa qiso ahaan buu uga hadlayaa xukun ahaan buu uga hadlayaa axkaamta dhexdeenna isa ugu dhaqmaynuu ka hadlayaa xagga qoyska xagga ganacsiga xagga siyaasadda xagga umuuraha maaliga xagga wax walba laakiin noloshan adduunyada qur'aanku ma soo dhoweeyo in lagu mashquulo bal inaan indhaha loo taagin ayuu dad ka waaniyaa laakiin meesha la rabo indhaha in loo taago aakhiruhu qur'aanku dadku ugu jeediyo taas ayaana qofka mu'minka ah oo muslimka ah haddii aakhiro u yaqaynsado waxaa u fududaanaysa diyaargarowgeeda waxaa u fududaanaysa adduunyada imtixaankeeda ka gudbidiisa ayaa u fududaanaysa fidnada gaalada iyo kufriga wuxuu kaga gudbi karaa oo ka mid a yaqiinta aakhiro yaqiinta aakhiro adduunyada iyo dhalalaalkeeda khadaaca ah oo dadka dagaya wuxuu kaga guulaysan karaa wuxuu kaga guulaysan karaa yaqiinta aakhiro saas darteed ilaahay suuratu lbaqara marka uu bilaabay dadka mu'miniinta liibaanay ilaahay subxaanahu watacaala leeyahay يعني مركو سوء الفلاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين متقين تأيهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك هو إله سبحانه وتعالى ليباني والمفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون marka taas weeye war badan ma rabo aniga inaan sheego waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo keliya aayaadka aad akhrinaysaan oo had iyo jeer aragtaan sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoogu xusuusiyo inoogu dhammeeyey warka xujadana ay inoogu ogan tahay acuudu billaahi min ashayaani arrajiim ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس لم يطمثهن إن من قبل إنس
ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام جنة دي نهاية نواتاس ودتك وقوية راي وبيدة دواكواس انتدى دواتاس دمرك دواكواس قبلها دواكواس راحة دواتاس لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل الحاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم
إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ديري إن ليس قد ديدو ضد هره إن دلعان إن ليس قد ديدو إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون ليس قد صدوا ما يعني حقا لا في ريان حق أعصباده قدي ما هذا هذا قونت الهرية وقات هدى أدوبات حقا لا في ريان حقا محا كتابك إلهي قدو محا حقا وحيك إلهي محا قدو مالك تاسا ولا ليا لك في ريان وقتك آذانك آيات آقن مالك آذان كل عو إن شاء الله تعالى وحان ربا دردارا كي النبي عليه الصلاة والسلام هل حديث إن المركة بين الأذان والإقامة مركة الأذان كل عو كذب أن إذين كنتم وحديث آد هي آد مهمة الرماها صدا بالنبي عليه الصلاة والسلام قصة قوم وحنا سي لوحف دنكر وقف والباء ودي انكره رود منهاج ودي انكره وكل رقم الدنيا اللي انت وتشوفه ايو النبي عليه الصلاه والسلام وعديه وحيري صدح وهلاك صدحنا وبدباد صدحنا وكفار قد صدحنا ودرجات جنة ذكر الله وقال ساسي سوحي يعني يا هلاك كفروا بدباد القاضي وحي الدنبي كادعه بني آدم باتها كفار قد كاستعمال كدبنا مركي لو لقوه درجات كقاضي صدح صدح راس وإن شاء الله تعالى صدر دار مدونا وحديث عظيمة وآرهن آدي آدر دارا أوي إلهي سبحانه وتعالى توفيق لسانه وفجيه إلهي سبحانه وتعالى قوه دير أرض ربنا الله نغلقه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيه ولا ليال سدان بلن قاضي حديث كي عن أخرسن سان شاقي وحديث كنتي قيب كستغو كم ذا صدح صدح لاسقو النبي عليه الصلاة والسلام تريه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكي سوحوها هذا الله ترين كرو سيد عائشة رضي الله عنها شفت ونكسو العلين تري هذا الوحوها كوبا لكن معنى وين حنبارسا وقفك وحفظين كرو ويلين كرو إلهي سبحانه وتعالى أكوا بي هذا الك مركا صدح وحيري وهلاك معنى صدح الرموض صدح خصله قفك أما أمضة أما بلشدة هدي يالتو ويكو هلاك سنة أما قفك سوكو هلاك سنة خطر مركا صدح رصابة بض حسوكو بيان دنبيدي ودان با صدح لنكو سوكو سيفي عنو دقيس قفكي قران كرانا قرطو قفكي وليسن كرانا ها حفدي ثلاث مهلكات مهلكات وحبي هلاقان شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه هذا هو فرس شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه مركا لنكو علينا صدح ذا وحلاقه يوحى ويب نبي وعليه شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه دي أن اسكو ضينوين معناها صومالي إننا وحنا غنيا شح وحل دها بدهن علمضه وبخيل نمو حيل داراتي بخيل نمو دي معنى كسي فقوي علماء قاركود وحي راهدي بخ يعني شحه بخلق كقد وياه بخيل نمو دي قفو حولها وبخيل يوي وبهم وي أما عشد أما بشيقه شحيحنا وحوي حتى عدكرا إني وحب حصانه وقلين إسكالله في سوين وحبه شحيح مركزا شح المطاع
مركا نبي وعلى سنة شحي بخيل نماذا سحيل داراتي أو سيداسة أو هدنا له بأن سمي الرعيان لسكعلين أو لسكقبن إلي هو حيوحي وبان تقفك إنه النفط لا تدري رؤه كلا تدري رؤه نفطيس هدي حتى يكون جبتو يكون بيرانت لأن ذاتك قرب مخلوق يكون بيرية مركا وحافي عن إنه لا تدقاله وحيالة بضن إنه كلا تدقاله مركا شحي قاس قرآنك كريم كهدان فير إنه إلهي وحكو حري فلاح إيا قوش أردن قفكو إنو نفسي سشوحيك كلادك عالم أما بلوشان كلادك عالم نفتان ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قفكي إلهي كبد بادية شحيك نفتي سا أما بلوشان إلهي كبد بادية شحيك نفتي ذا ولي باتي شاس وقوليستي وحنا كملها ضدك وإلهي أسوقاتي أيداس وحكملها أنصار بحكملها أنصار سببت محيطها سيدي شوحيك نفطه ذو ولدك عالمين فيري والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أنصارت إلهي وحكو أمانيا دادكي أسوه جرودي ولا له ضها إما كأي ملاه كريكيمي أسو مدينة إمالي يبا وحبا وضن أو عير حوله دي كسو التقي دادكو دي كسو التقي إهل كود هانتدو دي كسو التقي أو أيمي ويسو دوين وحودي بين لو ذاقين كما عشان والله قريب صدين بل هدى إيجا هدى وحيلان ومهاجرين تبارك دم غنائم يأدون بضم بالله هلايا هدى غنائم تي حتى أي هلا هدى ولا لهود وحيلان كحمان مايان كحمان مايان ورما إن شاء الله يبو عير أبي نوي مادين وأكون يبو عجا كبعد يبو عجا عد بي مادين ما أنت ما ركتي حول هلا مايان نفطوا ذا وحي ولا لهود هلا ويبكوسي فرحيا هدي وحلا كاننا يجي إسكهر مرينا يان قف كاسو مركو وقف نفتي سو شوحيك كلادة قالامي هوا يانات ساسو إلهي مركو وقت ما يعين مركو شوحيك واكاس هو متبع وقفك هوا ديس إنو راعي حقا آنو راعي هوا ديس وحا نفتي سو جعيشا يوي هدي وحا نفتادو جعيشا حقا ما بل بالعكس مرر بضن حقا يبن نفتو نعبتاه أو هذا آيات كان أخرني اللي يوم القيامة رجع ذات كان نارته قلي اللو جواب ملائكته جواب يسوع يا وحيلين لقد جئناكم بالحق قرآنك حقها يسوع هذه حق أجبان إذن لن نمي ولكن أكثركم للحق كارهون لكن بدنكين حق ما بجعلي دين حق ما بجعلي دين حالا نقول حالا سيلا يدين قلام وحيلين مركا هودوا حقي كان ليه نساء حقي كان جواب وحنا نفترض جعشا إيوه مدة صدحاض إعجاب المرء بنفسه قفك وحيسا ومبالق روحسا وحيسا لق روحسا هدي أي نحديثك صدح لا الرموض هلاكة نلوش أن برشل الصوماليات كفير النو إنه دب إسوه ميزان ومرايدة دب إسوه أغنو وحين أركينا وحا هلاكة هي دبك هي وحيا ربضن دحلان إنو قيستي برشل الصوماليات ملك استيجوك تؤدونك خارج قارهان دل كيني نبكي نوجيستي صدق حلاسك بحماس صدق حلاسك بحماس وياه محلقو بتبادي صدق هذه كلود ضبطي جاي النبي عليه السلام مدول با ذي محاضر قاري وبهان تاي لكن ووو دل وادل مرينا صدق هذا بتبادي أوحي النبي عليه السلام العدل في الغضب والرضا والقسط في الفغر والغنى وخشية الله في سر والعلانية الله أكبر صدح تير واللي قبت بادة كوة عدالة عدالة وابت بادة أدون يبت بادة آخر وابت بادة قف يبت بادة بلش ضد كوردن باكو بت بادة بلشلة كو بت بادة إدول باكو بت بادة ومشر وعدالة العدل أما حناق سنو أما حناق سنان شاء الله وين عدالة فشل قفك جعلو أما هجعلاني
أدالك فيه. ولا يجرمنكم شنآن قوم إذن عيبكات يجدن كليح على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى مثل القرآن كنا له مركا النبي عليه السلام عدالة كوكا ديه وحلو قبت بأذو وأنا أركي نايو ومده الدونك حتى دان في رنو ما أنت ومد بدبادا ومد حوغا عدالة أهله لحذا عدالة بلغت وقفوا حقي سهيلي كرو كي مظلوم كاي حقي سهيلي كرو كي كلاتوس واي إيوه خشية إلهية اللعب سديس وأه وضب صدحها صدع وكفارات دنبيري كان دقيسة وعباده كو وحوي إسباق الوضوء على المكاره صدح لن كلي أمبا وحي عباده كجر ماشي سقالك كلا ومعاملات صدح لاس وحوي إسباق الوضوء على المكاره ويصدع الله هقاجي كثرة الخطى إلى المساجد مساجد كأطلاب هذا الله بضيه صلاة هذا وقت كذا أدوس عط الجماعة هذا يا وانتظار الصلاة بعد الصلاة انتظار الصلاة بعد الصلاة على صلاة كسوت صدح لا صنع دنبي ذي دقار صلاة والبصلاة كهر رئيسي انت قول لحي سوي دقيسة لا جماعة هذا تكتو صدح للدرجات كأه ومركة يقع مركة انت كسو بدوتو سو بدبادو وهلاك كسو بدبادو وكفار بدوه الدنبي كان لعي اي كان لغضوه أيها وح الله إيمان الدرجات جنة السيد درجات كذا أولى رئيستها صدح وي يضنا أرجعوا النبي عليه الصلاة والسلام إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام صدح ذا سنة صدح ذا سنة وح وي راشين كقودي قودي دت كقودي يا مد هيست يا مدان هيسن سيه راشين وح قودي كو إفشاء السلام سلامة لحد النفذية بس السلامة واسجعلان إيسان إيو صلاة بالليل والناس نيام حبيبين كدتكم مركي هردان لبرها ومقدقة قبرك يكون بدبادن إيسا درجات نواقوق هذا إيساي لبضع رقعها موغان حبيبين بركي مركي دتكم جيفان دتكم هردان إيه غفلة يقرر حضوض إيه دو يدو ذي يكون جران أن تقف بين يدي الله يدنا وحبذاً بقرآن كهذا ليو إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون حبيبك وحي ربي كسر أحلان حقا بالله مدودا انت إذا نصنا يا كدب نفراشك وكسر بودا يا محادة عي فراشك وكسر بودا يا آخر الحسوسين يا درجات بور ربايو وحوي سقي فراشك وابعال سقي فراشك وابعال نقنا يا قرآن وكعب بري تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى معيتها جفوة يعني علاد ينحب سجى فراشكي فراشكي يقول راح يسنجري كده حلا عيسى كسو كبو ذي حاس كسي غير كسي فراشكي كرولا إلهي بورس لاجي توسش لا صدق لاس نوا درجات إلهي توفيق ده نوا فجيو إلهي سبحانه وتعالى دريضة آخر الله نوف ضيم وكقول استجنا دي سنة الله نقدمه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.